أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور صلاة إلى الله أنك تتبارك من خلال هذه الحلقة حديثة في هذه الحلقة عن موضوع في غاية الأهمية الموضوع بعنوان يسوع هو الحق يسوع هو الحق وأنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة وانا متاكد انه راح تكون سبب بركه لحياتك اذا انت فعلا بتبحث عن النور وبتبحث عن الحق هذه الحلقه خصيصا لك ومهمه كثير لحياتك هذه الحلقه ممكن تكون سبب خلاص ابدي لحياتك وممكن تكون بركه ايضا لإلك ولعائلتك ايضا يسوع هو الحق موضوع الحق أحبائي اليوم هو الموضوع اللي كتير ناس عم تتكلم عنه والسؤال اللي دائما نسمعه ما هو الحق شو هي الديانة الحقيقية شو هي التعليم الحقيقية مين هو النبي الحقيقي مين المخلص الحقيقي أي كتاب هو حقيقي لأنه إذا كنا مخلصين وأمناء أكيد أن الله لا يناقض نفسه والله أكيد عنده خطة رائعة للإنسان لأنه بكل بساطة أن الله بحبك الله بحب الإنسان ومش عاوز أي إنسان يتخبط في الظلمة بل بالعكس يكون في النور يسلك في النور وطبعا يقبل إلى الحق أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة وبعد يعني 20 دقيقة راح افتح خطوط الهواتف من فضلك تتواصل معنا اما عن طريق سكايب او طريق الهاتف وايضا يمكنك مشاهدة هذه الحلقة بث مباشر على الفضائية قناة الحياة وايضا فيك تشاهد على النت وايضا على الفيسبوك لايف في هذه الحلقة ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير أعزائي في البداية اسمحوا لي أن أقرأ من كلمة الله من الكتاب المقدس من بشارة يوحنا في البداية الإصحاح الأول وهذا مهم جدا لموضوعنا. البشير يوحنا بيتكلم عن مقارنات بين الظلمة وبين النور، بين الحق وبين ما هو ضلال أو تزييف. بين الموت وبين الحياه وهكذا بنشوف هذا الموضوع بين يعني من خلال هذه الكلمات اللي بنقراها في انجيل يوحنا بين الشخص من الاعلى او من الاسفل وهذه المقارنات مهمه جدا ولا سيما لما نقرا عن موضوع الحق في انجيل يوحنا الاصحاح الاول ايه 14 مكتوب والكلمه صار جسدا وحل بيننا وراينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب مملوءا، لاحظ الكلمات، مملوءا نعمه وحقا مملوءة نعمه وحقا في اي 17 في نفس الاصحاح على طول بيقول لان الناموس بموسى اعطي أما النعمة والحق أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار لاحظ الكلمات مملوءا نعمة الكلمة العبرية خيسد أو حيسد اليوناني خارس بتتكلم عن المحبة والأحشاء والرأفات بتتكلم عن نعمة غنية عطية مجانية الله عم بقدمها من خلال شخص المحبوب وهذه تعتبر نعمة خاسد خارس اللي هي من خلال شخص يسوع المسيح وبنفس المقدار يقول وحقا الكلمة العبرية إمات اللي تترجم في اليوناني أليثيا اللي هي بتعني مش بس حق يعني أو حقيقة لكن شيء أعمق شيء أهم في الموضوع تتكلم عن شخص تتكلم عن تجسد عن تأنس هذا الحق هذا الحق تتكلم عن مقياس عميق بعد عميق جدا لمحاولة اكتشاف أو اختبار هذا الحق في إنجيل يوحنا الإصحاح ثلاثة مكتوب أيضا في آية 19 وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله لاحظ الكلام وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة فلاحظ أن الكلام فيه ربط كتير كتير مهم في هذا الموضوع وأيضا الرب يسوع يجيب على تساؤلات التلاميذ في الإصحاح الرابع عشر قال أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي 14 آية 6 في إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن والآية 12 مكتوب أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس وهون الكتاب يقول وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة ألاحظ في الكلام بقول وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2 آية 8 بيتكلم عن وصية جديدة أكتب إليكم ما هو حق فيه وفيكم أن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الأول والآية ستة مكتوب إن قلنا أن لنا شركة معه مع الله في تواصل في علاقة وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق فإذا إخوتي وأخواتي إذا مثل ما قلت في إحدى الحلقات كما أن خطية الكذب هي الخطية الملازمة والمصاحبة لجميع الخطايا فهكذا الحق أو كذلك الحق فهي الصفة الملازمة لكل الصفات الأخرى ففي تناغم في انسجام في الصفات الإلهية وطبعا في يعني دايما منشوف علاقة مهمة بين النور والحق فصفات الله تسير بتناغم وانسجام لا تناقض بعضها البعض لكن تسير بخطة وإحكام مهم جدا لأن الله عاوز يوصلنا خطة من رسالته الحقيقيه. الكتاب المقدس بيتكلم عن الحكمه التي هي من فوق. هذه الحكمه مسالمه مذعنه والى اخره اثمار صالحه عديمه الريب والرياء. فالحق شيء مهم جدا في كلمه الله. 188 مره مذكوره كلمه الحق. الاستقامه 47 مره. وايضا كلمه الصدق 36 مره. فاذا من خلال بشاره يوحنا والبشائر ندرك ونستشف انه يسوع المسيح اللي احنا بنتكلم عنه هو الحق طبعا يسوع المسيح اتكلم عن الحق شهد للحق تعامل بالحق وكما يقول الكتاب اتكلم بالحق مثل ما بيقول في افسس أربعة اي 15 صادقين في المحبه انه بنتكلم الحق لكن من خلال المحبه فالحق احبائي بكل بساطه هو الصدق هو الحقيقه الحق بيتكلم عن حياه الشفافيه الحياه الواضحه الشخص بيكون واضح اصلي يعني معدن اصلي ما فيش تزييف ولا اي شبهات ولا اي معدن شيء عاطل بيتخلله معدن اصلي صافي الشخص اللي, اللي بيسلك في الحق هو بيتعامل بالحق ايضا وشخص ادبي يعني الشخص اللي بيعمل حق وشخص ادبي عاقل يعني متزن عقليا الشخص اللي بيسلك في الحق او الحق هو موضع الثقه انسان مستقيم ويسلك بالاستقامه والحق هو طبعا الاخلاص بشكل عملي والحق احبائي هو تعبير عن الهويه وتعبير عن الشخصيه هذا مهم جدا ندركه لما بدك تعرف نبي حقيقي او مزيف من خلال الكلام من خلال الحق هل حياته باستقامه بحق واضح شفاف ام انه بيكون عكس ما يتكلم فيه هل الكتاب هو كتاب حق هل الشخص او الشخصيه شخصيه حقه ام مزيفه وهكذا موضوع الخلاص ورساله البشاره هل هي حق ولا مجرد تبعثرات وتناثرات هنا وهناك من كلمات بدون وضوح بدون رساله حقيقيه بدون معنى بدون هدف لهذا الموضوع دايما الحق أحبائي فيه شفاء كما يقول سفر الأمثال أما لسان الحكماء فشفاء وداود تكلم في أخبار الأيام قد علمت يا إلهي أنك أنت تمتحن القلوب وتسر بالاستقامة خليني أسألك سؤال اليوم لو لو أنت طلبت مثل داود أن الله يمتحن قلبك هل تستطيع أو بتتجرأ تقول له يا رب أنك تمتحن القلب وتصر بالاستقامة وهنا أحبائي شيء مهم جدا الشخص الحق هو الشخص اللي عنده المحبة الكاملة والمحبة الكاملة تطرد الخوف إلى خارج لأنه من خاف لم يتكمل في المحبة الشخص المليان في المحبة هو شخص مليان بالحق بيتكلم بالحق وبيشهد بالحق واحنا المثل المعروف يعني احكي الحق او تكلم الحق حتى ولو على قطع راسك وهذا بينطبق على يوحنا المعمدان عندما قال لهيرودس لا ينبغي او لا يحق لك ان تاخذ زوجة اخيك تكلم بالحق وهذا الحق اللي تكلمه سبب الى قطع راسه وطبعا اصعب شيء يعني اللي هي فعلا يعني ماساه البشريه لكن كانت في علم الله ومشوره الله المحتومه هو ان يموت المسيح على الصليب ويقوم من بين الاموات وهي محاكمه المسيح وتعتبر مهزله المحاكمات يسوع المسيح كان يصلي في بستان جد سيماني وجاءوا وألقوا القبض عليه وسألوه من سأل من تطلبون قالوا يسوع فقال أنا هو سقطوا وتكرر الأمر وأخيرا قادوه طبعا إلى منطقة عليا إلى جبل صهيون إلى بيت قيافة ليحاكم المحكمة الدينية وهي عبارة عن ثلاث محاكم سواء أمام حنانية أو قيافة اللي كان يعتبر صهره لحنانية أو أمام المجمع مجمع السنهدريم مجمع اليهود اللي بيتألف من 71 شخص هذه المحكمة الدينية كانت سر وكانت بالليل وكان فيها رشوة أن يقدموا طبعا شهود زور ورشوة ل ليهوذا اللي باع سيده واللي خان سيده وما اعطوه انه الفرصه يدافع عن نفسه، كانت في بيت قيافه مش في احدى ساحات الهيكل، وكانت بالليل مش في النهار، وكانت في ايام العيد ممنوع طبعا، وحكموا على يسوع المسيح بنفس اليوم، وهذا طبعا مناقض للشيء اللي كانوا يعلموه، فمحكمه كذب واستخدم الكذب لت يعني لتوصيل وعمل ماربهم الشريره وهكذا اخذ في الفجر عند بيلاطس في الساحه وهناك ابتداوا يتهمون يسوع انه يفسد الامه يعني عم بثير شغب سياسي ومظاهرات سياسيه وعم بيامر الناس انه لا تدفع الجزيه ما تدفعش ضرائب لقيصر وأنه المسيح يعني أنه الملك ونحن نعلم لا يوجد ملك إلا قيصر وهذه الاتهامات كانت كلها كذب بكذب وقف يسوع المسيح أمام بيلاطس وابتدى يتكلم عن مملكة ليست من هذا العالم وتكلم عن الحق بيلاطس سأل أهم سؤال ولا اعتقد انه سالوا من من وجهه نظر فلسفيه ولا من وجهه نظر لاهوتيه ولا من وجهه نظر اختباري عاوز يعرف الحق سالوا ما هو الحق ما هو الحق ونسي بيلاطس انه ما هو الحق وقال لا اجد عله فيه وكانه يعني وقف امام الحق المجسم ايميت، اليثيا في اليوناني الحق المجسم. وهذا المعنى بيتكلم عن كشف شيء مخفي. يعني حق موجود دائما كامن في شخص المسيح، حق مجسم لكن غير مكتشف كانه مش عم بيشوف الصوره. وهذا احبائي هو طبعا سؤال العلماء وهذا بحث الفلاسفه على مر العصور ومر الازمان. تتكلم عن شيء موجود حق موجود دائما انه هذا دايم وانه مفتوح وانه شفاف وانه هذا الحق متاح لانه امامك وهذا الحق على الدوام يعني فيك تطلبه في اي مكان وهذا الحق هو المقياس وهذا بقودني بتعرف احبائي للفلسفات الكثيرة سواء القديمة أو المعاصرة في طبعا سقراط وأفلاطون كانوا بيتكلموا عن الظلال لابد أن يكون في معرفة كاملة لابد أن يكون في حق مطلق لابد أن يكون في معرفة إلى آخره لكن وصلوا إلى الظلال أو إلى الخيال وهذا الظل معناته في شيء حقيقي ما وراء هذا الظل وطبعا اليوم نشوف فلسفات كثيرة الفلسفه النسبيه طبعا اللي بتقول يعني ما فيش شيء اسمه حق مطلق ما في عندك كل الحق، الحق هو الشيء نسبي ولا يوجد حق مطلق، يعني كانه الحق المطلق موجود بس بحاول يشيلوه وبتعابير اخرى بحطوه الى الى جانب لأنه إذا كان الحق نسبي فما هو الكمال أو المطلق حتى في الحق النسبي طبعاً ما في جواب على هذا السؤال اليوم تنتشر طبعاً فلسفة التشكيك يعني بشكون في الحق شو اللي بعرفني إنه هذا الحق أنتم بتقول إنه هذا الحق لكن شو بعرفني إنه هذا هو الحق واليوم في طبعاً يعني احنا وصلنا لوضع حداثي لكن في وصلنا ما بعد الحداثه اللي هي بوست مودرنزم انه يعني من الفيلسوف نيتشه بيتكلم عن استعارات، عن كنايات، عن تشبيهات، عن حقائق هي اوهام، شو اللي بيدرين انه انا اللي ماسكه بايدي عباره عن قلم معدن الى، شو اللي بيدرين انه هذا حقيقه بلكي وهب بلكي مش مش مزبوط شو اللي بعرفني شو اللي بخليني اتاكد يعني امور بتناقض نفسها فلسفة أخرى اللي بتتكلم عن التعددية في الرؤية العالمية إنه جميع الحقائق هي متساوية في مصداقيتها هذا النوع يعني باسف عم بيأخذ طريقة أو طريق اللي يكون فيه عنده التسامح إنه كل ديانة كل تعليم لابد عنده شوية حق كبر لي دماغك، كبر لي مخك في الموضوع هذا انه يعني كله يعني ماشي بالتمام، لكن احبائي ليس ما يقول الكتاب المقدس بشرط او بطريقه اللي بتعلم فيها الفلسفات الاخرى، الكتاب واضح سواء في العهد القديم سواء في العهد الجديد بتقدم معلومات حقيقية معلومات واضحة بالنسبة لموضوع الحق ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل لأستكمل حديثي ومن ثم نأخذ بعض المكالمات اهلا اعزائي المشاهدين موضوعنا عن يسوع هو الحق ورح استكمل كلامي في هذا الموضوع بعدين راح اخذ بعض المكالمات انا بشجعكم انه تتواصلوا معنا وابقوا معنا على الخط انا راح يعني بعد قليل فاذا الحق هو ضد كل ما هو ضلال او تزييف يعني موضوع الحق والضلال هو موضوع يعني كبير جدا اخوتي واخواتي ولا سيما في موضوع الاخرويات اسكاتولوجي موضوع اخر الايام في اخر الايام بيتكلم عن شخص عن شخصيه بسميه الكتاب رجل الاثم او ضد المسيح هذا الشخص هو مخادع جدا بيستخدم الدين بيستخدم السياسه حتى ايش؟ يضل الناس في تسالونيكي لاحظ الكلام بيتكلم عن شو المشكله لانهم لم يقبلوا محبه الحق حتى يخلصوا ولاجل هذا سيرسل اليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا في الاثم تسالونيكي الثانيه اصحاح اثنين فاذا لم يقبلوا محبه الحق لم يصدقوا الحق وهي كانت الرساله احبائي انك تحب الحق انك تتكلم الحق انك تسلك في الحق انك تعيش الحق انك تتشبه بالحق انك تشهد للحق كما قال زكريا ليتكلم كل انسان او يكلم كل انسان قريبه بالحق تسلك بالحق يا اولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه المرنم في المزمور يقول من يسكن في جبل قدسك السالك بالكمال والعامل بالحق والمتكلم بالصدق في قلبه هي نفس يعني من سلاله الكلمات الكمال والحق والصدق في القلب. هذه المعلومات كثير كثير مهمه لانه بنسمع في هذه الايام احبائي انه كل الديانات بتوصل على على السماء لكن هذا ليس صحيح. مع احترامي وكل الاحترام سال بيلاطس ما هو الحق؟ واذا ما عرفنا الحق من كلمه الله، من الكتاب المقدس، من شخص المسيح ومن خلاص المسيح فكله طبعا تزييف وضلال. بالنسبة للكتاب هل الكتاب يتمشى مع الكتاب المقدس وتسلسل احداث الكتاب المقدس؟ هل الشخصية أو النبي نستطيع أن نقول عنده الخلق مثل يسوع المسيح الكامل؟ وهل عنده أشياء عظيمة عملها اكثر من يسوع حتى نقول اوكي يعني خلينا نتبع الشخص الاخر اذا المسيح كان هو كمال الكمال كمال الاعلان الكامل والنهائي اي لا اعلان بعد هذا الاعلان لانه الكتاب المقدس بكل بساطه بيكشف عن اراده الله الكامله إلنا والاعلان النهائي الله لا يغير فكره الله ما عندش شيء اسمه ناسخ ومنسوخ اذا نسخت ايه بتجيب مثلها او افضل منها احنا الله هو كامل الله لا يغير فكره بعدين ما فينا يعني نقول قدوه حسنه يعني في موضوع الزواج في موضوع النبوه في موضوع المعجزات يعني وكثير يعني ما فيك تشبه شخصيات مثل بعض بعدين تعاليم متناقضة الكتاب يتكلم عن لاهوت المسيح عن صليب المسيح بيتكلم عن حقائق تاريخية موثقة علميا لكن أي معلومات أخرى ممكن تكون متناقضة للكتاب المقدس وأنا عاوز أفتح الخطوط بحيث لو عندك سؤال في هذا الموضوع بكل سرور بحب أنه تتكلم معي خليني أخذ المكالمة الأولى من فريال اهلا وسهلا اخت فريال من انجلترا تفضلي الو اخي نزار سلام عمة المسيح معاك اهلا وسهلا اخت فريال تفضلي اهلا أه اخي نزار قبل ما اقول مداخلتي احب ان اعطي المجد والكرامه للمسيح له كل المجد امين احدى الاخوه في قناه الحياه صلى معي من اجل شاب اسمه رامي كان عنده سرطان في الكبد فصلى من اجل شفاء الجسدي وشفائه الروحي <applause> الرب تمجد عمليته كانت عملية ناجحة ونشكر الرب ما عنده كل ألم وهو تحت العلاج لكن بصحة جيدة وأيضا الرب تمجد المهم بشفاء الروحي آمن <applause> بالرب يسوع المسيح كرب ومخلص على حياته وعنده فرح وسلام ورجاء دائما بالرغم من إجراء العملية له أخي الله النقطة الثانية أنا أحب أقول للأخت كاترين اللي تكلمت الأسبوع الماضي وما كان سمح لي المجال أن أتكلم معها أقل يا أخت كاترين الرب يباركك ويحافظ عليك وشافيك ويعطيكي سوء قلبك لأن اختبارها كانت شهادة رائعة رائعة بالرب يسوع المسيح اللي هو يعطي السلام والرجاء والامان مم. حتى في الضيقات وحتى في 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 المرض وهو هذا المسيح اللي يبشر فيه كما قال الوحي الالهي لان لي الحياه هي المسيح والموت هو ربح مم. النقطة الثالثة عن الموضوع أخي نزار المسيح هو بسمه الطاهر قال أنا هو الطريق والحق والحياة لا أحد يأتي إلى الآب إلا بإسمه في عندي اخت وصديقة عزيزة على قلبي مثل ما دائما تقول يا حق يا حق مرة سألتوها قلت لها ماذا تقصدين من تقولين الحق قالت الحق يعني الله قلت لها الرب يسوع المسيح قال عن نفسه انا هو الحق الطريق والحق, والحق والحياة لا ياتي الى الاب النبي وهو اللي يعطي الحياه الابديه وهو الله المتجسد الله الظاهر بالجسد فهو الحق والايمان بالمسيح هو الحق ويبقى هو الحق لأن الرب يسوع المسيح لا يتغير هو الامس واليوم والى الابد اشكرك الاخ شكرا جزيلا عليك يتمجد بعملك ربنا يباركك يا اختي ربنا يباركك شكرا جزيلا أخت فريال يعني خلينا أكد لما قال يسوع أنا هو الحق الكلمة بتعني بتاع يعني هو تجسم هذا الحق يعني أي إنسان بغض النظر شو خلفيتك شو دينك من أي شعب أنت إذا أنت بتبحث عن الحق لازم تصل ليسوع المسيح الحق المطلق الكامل فمش ممكن لأنه قال أنا هو الحق لما أنت بتصلّي بتقول له يا رب أنا عاوز أعرف الحق لابد أن تصل إلى يسوع المسيح خليني أخد مكالمة من من الأخت نور من كندا أهلا وسهلا أخت نور أهلاً يا أهلا بك تفضلي نشكر الرب من اجلك ومن اجل كل تعليقاتك الرب يباركك انت كفيت ووفيت في الموضوع دوت لكن عندي سؤال لحضرتك مع الناس اللي ما بتؤمنش بالكتاب المقدس ان هو يعني الكلمه الاخيره كيف انك انت ترد عليهم او ايه الرد حضرتك عليهم لما يقولوا لك طب كل يعني كل نبي بيقول انا يعني الحق او الديانه بتاعتنا دي الحق والحق كيف نعرف ان هو ده الصح هو ده الحق طيب هذا سؤال كثير كثير مهم اخت نور انا بشكرك من كل قلبي طبعا كيف نعرف كتاب الحق يعني شوفي العهد القديم لما بيتكلم خلي بال حضرتك هم ما بيعملوش في الكتاب طيب انا انا فاهم عليك الناس اللي ما تؤمن بالكتاب يعني شوفي بكل بساطة أنه في براهين كثيرة اللي بتسند صحة الكتاب المقدس البراهين العلمية البراهين التاريخيه البراهين الجغرافية البراهين أو أدلة من داخل الكتاب المقدس وأدلة من خارج الكتاب المقدس أدلة من العلماء سواء ضد المسيحيين أو مع المسيحيين كلها طبعا بتشهد لصحة الكتاب المقدس وأكثر كتاب فيه مخطوطات قديمة أكثر من أربعة ألف مخطوطات عدا عن الكودكس اللي هي المخطوطات الأصلية اللي بيرجع تخي... تاريخها لإشي بسيط لأيام الانجيل والنبوات طبعا ما في اي كتاب يعني نبوات تثبت صحه الكتاب المقدس لانه مش معقول في ألفين نبوه بالكتاب المقدس عن شعوب عن ممالك عن نبوات عن يسوع المسيح بالاف السنين وعم او تمت بتدقيق بتفصيل تام فالنبوات او تتميم النبوات هي طبعا شيء مهم جدا قيامة المسيح وهو حي اللي مازال بيتفاعل حتى يومنا هذا هذا دل على وجود يعني بندل على شيء بدل انه الهنا حي شو اللي بيثبت وجود الله شخص يسوع المسيح هو في براهين كثير طبعا على أدلة الوجود ويمكن نيجي لحلقة لكن أهم برهان هو يسوع المسيح يعني يسوع المسيح يعتبر معجزة الأخلاق فما فينا نقارن أي كتاب بالكتاب المقدس لأن الكتاب المقدس مثل ما حكيت بصير في تسلسل ما فينا نقول إلهنا وإلهك واحد أو النبي بتاعك وبتاعنا كلها عندها تعاليم لا لا بالكتاب المقدس في أحداث في تسلسل في موضوع واحد ثيم واحد إيه الله عم بوصله للانسان عم بيكشف عن ارادته والله لا يناقض نفسه مثل ما ذكرت يا اخت نور لكن كل هذه الادله انا اليوم لما بروح على المواقع الكتابيه ولما بشوف امور يعني بحذفيرها قيلت وعم بتتم امام عيوني طبعا شيء واضح انه الله ساهر على كلمته ليجريها، فالكتاب المقدس على فكره كمخطوطه اكثر كتاب مبرهن ومشهود له تاريخيا يمكن مخطوطه افلاطون يقال انه بضع مخطوطات، لكن عدا عن ذلك ما فيش اي كتب اللي عندها المرجعيه والمخطوطات اللي بتتكلم عن مصداقيه الكتاب كما يتكلم الكتاب لانه كتاب حق كلمة الله هي كلمة الحق قدسهم في حقك كلامك هو حق فهذا طبعا بشكل سريع يا أختي نور أنه فعلا أنه كثير أشياء بتدل على صحة الكتاب وأكبر دليل الإنسان فقط يقرأ الناس عم بتخاف تقرأ كلمة الله اقرأ الكتاب المقدس ولابد أن تلتقي بيسوع المسيح الرب يباركك يا أختي هل في أي سؤال تاني شكرا شكرا ربي باركك بس كان انا سؤالي إنه هو كيف تثبت لهم الحق من غير الكتاب لأنهم اصلا ما بيؤمنوش بالكتاب ما هو انا مش يعني بحكي لك انه لما بتكلم على نظريات علميه وهي النظريات لما بيتكلم عن كرويه الارض مثلا لما بيتكلم عن تحلل العناصر هاي اشياء علميه لما بتيجي لهي الاشياء العلميه بتقول واو يعني الكتاب من الاف السنين بيتكلم من الارض كره من ايام ايوب طب ما هو حتى في اوقات لاحقه كانوا بيأمنوا الأرض مسطحة فإذا يعني هذا شيء بسيط لكن في طبعا أدلة وأسانيد كثيرة مثل ما, مثل ما ذكرت وبالنهاية هذا إيمان يعني إذا فعلا الشخص يؤمن ويريد أن يصدق كلمة الله والكتب ساعتها هذا بيكون يعني بيتبع للشخص نفسه. ربي يباركك شكرا ويباركك أهلا بك شكرا جزيلا. طيب يعني مثل ما ذكرت انه مش ممكن يعني نشبه الكتاب المقدس في اي كتاب اخر الكتاب المقدس بيتكلم عن اله الكتاب هو اله الحق فاذا مستحيل على الله انه يكذب الله لا يمكر ولا يكذب تيتوس بيتكلم عن الله بيقول المنزه عن الكذب الله على كل شيء قدير وقادر على كل شيء لكن الله لا ينكر نفسه الله لا يخطئ ولا يكذب أحبائي ولا يمكر هذه صفات الشيطان بيتكلم عن من هو الكذاب عن الشيطان الكذاب وأبو الكذاب من الأصل أصلا أول ما ابتدى قال لحواء أحقا قال الله ابتدأ بالتشكيك ابتدأ طبعا يبعدها عن الله فبيتكلم الكتاب عن روح الحق وأنه نتقدس من خلال هذا الحق وانه العباده العباده الحقيقيه هي بالحق يعني الحق من خلال كلمه الله وبالمقابل الشيطان هو الكذاب اللي بضلل واللي بزيف الحقائق والحق لما بنتكلم عنه هو تعبير عن محبه الله للانسان. خليني اخذ كمان مكالمه من تفضل اخ ايمن معنا على الهواء. اهلا وسهلا اخ مساء الخيرات اهلا وسهلا اهلين ايمن. اهلا بك يا رجل اخي. اولا تعريفك هي على ان مفتوح هو الحق. ماشي انا مش مختلف معك كوني من خلفيه اسلاميه. لكن انا سؤالي اين هو هذا الحق؟ وكيف انت عرفت ان يسوع هو الحق؟ الا تتفق معي ان الكل يقول انه على حق حتى الباطل نفسه يدعي انه حق. فالحق والباطل يا اخي نظام يتصارعان على مدى العصور. لكن انا كمشاهد للافلام القنوات المسيحيه وانا أشكر من من آه يعني من من انتج الفيلم عن يسوع المسيح. لو فكر المشاهد وشاهد هذا الفيلم لحصل على الإجابة أين الحق وأين الباطل إحنا شفنا كيف الفيلم اللي عرضتوه على شاشاتكم كيف الناس والشيوخ والأطفال هذا من ألفين سنة اللي شافوا يسوع ولم يؤمنوا به كيف كانوا بيجوا وراء و... وراء يسوع ويهزئوه وحسب كتابك المقدس بسقوا عليه ويقولون بصوت واحد أصلبه أصلبه طيب أنا وإنت الناس الغلبانة اللي عايشة في القرن الواحد وعشرين يوم أحق بعدم الإيمان الناس اللي شافوه قبل 2000 سنة ولم يؤمنوا به أم أنا اللي عايش في القرن 21 ولم أشوفه ولم أشوف مسيح ولم أشوف مسيح إذا أنا أحق بعدم الإيمان لأن الحق واضح أنه يعني حتى بالناس اللي عاشوا 2000 سنة لم يؤمنوا به إذا لم يكن حق فعلا الحق أه طيب ممكن ارد عليك اخ ايمن أه خلينا ارد أه عليك أه طيب انت ذكرت عن صلب المسيح والناس وكان احق له انه الناس تؤمن في كثير ناس امنت على فكره في ايام المسيح وامنت بصلبه وقيامته لكن خلي بالك المحاكمه حدثت بالليل مثل ما ذكرت يعني القي القبض عليه في بستان جتسماني في الليل وحاكموه في الليل واخذوه في الفجر صباحا امام بيلاطس بيلاطس حكم على المسيح وحمل ولما يعني مش في الطريق اليوم بنسميها طريق الالام او فيا ديلاروسا وبتشوف في المشاهد الالام والناس والجمع الغفير وكان في كثير بيقرعوا على صدورهم توبه لكن اكتملت الرساله يا اخ ايمن لما يسوع هزم القبر والموت قام من الاموات خلال 25 سنه ايمن خلال 25 سنه العالم القديم وصلته البشاره، غيرت اسيا الصغرى، غيرت شمال افريقيا، غيرت اوروبا، غيرت الشرق الاوسط، غيرت نواحي عديده من الامبراطوريه الرومانيه وابتدا الاضطهاد طبعا من الرومان في سنه 66 على يدي نيرون ومع كل هذا لم يوقف زحف المسيحيه اللي كانت تتكلم بالسلام بالمحبه والناس ورغم الموت والالم والاستشهاد من اجل يسوع لكن خلال 25 سنه غطت الرساله ثلاث قارات رئيسيه اسيا اوروبا وافريقيا فاذا الرساله الكامله اللي هو بشرط الخلاص موت المسيح وقيامته وصلت البشارة السارة إلى كل أنحاء العالم وهذا هو سبب تغيير العالم بدون سيف بدون الزهر. أي كلمة أو أولا إذا كان حسب ما قلتم وتقولون في كل برامجكم أن هذه خطة الله طب هو ليه هذه كل هذه الآلام اللي تعذبها عشان يعني يموت ما كان ما فيش داعي للآلام ما أنت جاي تموت تموت لماذا هذه الآلام؟ ثم تقول أنت المسيحية انتشرت في أوروبا وإلى آخره، لا يا أستاذ أنت يبدو عليك أن تراجع التاريخ جيدا حتى تعرف حبيبي. أن هناك أه. مشكلة حقيقية أن الإمبراطور الروماني القسطنطيني الذي مزج المسيحية لا 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 أه قبل قبل, قبل أنا بتكلم ساو 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 عن أخ أيمن أه أنا, ساو 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 أنا ساو أعرف ساو 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 مع ساو كل احترامي الوطنية. مع كل احترامي أنا أعرف عن قسطنطين والفترة اللي ابتدى فيها قسطنطين أنا بتكلم عن 25 سنة من موت وقيامه المسيح من خلال بشاره الرسول بولس ويوحنا الرسول والتلاميذ وصلت وغطت ثلاث قارات لدرجه انه خمس الامبراطوريه الرومانيه في اقل من 25 سنه كانت مسيحيه انا عارف انا مدرك في ايام قسطنطين عمم المسيحيه لكن قبلها في حبيبي قبلها ارمينيا كانت مسيحيه مصر كانت مسيحيه أنا حجاوبك أنت أنت فاكر الأوروبيين هذا الشعر الأشقر اللي العين الزرق آمن في يوم وليلة أنه في واحد في لحم هو الله وتجسد لا يا أستاذ فاضل هذول أجبروا تحت قطع الرؤوس بدخول المسيحية وتم مزج المسيحية بالوثنية معناته أنت, انت آسف جدا المسيحية. أنت لا تعرف لا تعرف حتى حتى شيء عن المسيحية وقتها وقتها وقتها. أنت أنا أنت, أنا حتى انت حتى يمكن بتتكلم عن الإسلام أخ أيمن يمكن أنت عن الإسلام هون مش عن المسيحية لا يا أستاذ فاضل المسيحية أنتشرت بالسيف لا يجب أن تقول الحقيقة للناس أنا أقول لك حقيقة أن المسيح عليه السلام عندما مات معناته أنت تناقض التعليم تعليمك أنت الإسلامي وتناقض تعليم آخرين أنا لا أنا لا 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 لا, أنا أنت 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 لست معترف بالإسلام فهذا ليس نقاشنا لكن أنا أعطيك معلومة أنا أعطيك معلومة أبحث عنها أرجعني إذا أنا غلطان المسيح عندما مات 300 سنة الأولى لم يكن هناك احد من عباد المسيح او من من المسيح حمل الصليب ولا ما يحدثون الصليب له قصه اخرى تماما لها علاقه بالامبراطور قسطنطين حبيبي لا, لا لا انت عم تخلط بالوقتية. عم تخلط مع كل احترامي عم تخلط التاريخ اسمعني ايمن أه بدي اجاوبك انا وبعدين لانه اخذنا آه وقت أهلاً خلين. آه. يعني خليني اقول شيء مهم آه جدا آه. ايمن انه انت عم تخلط بين ايام قسطنطين وين تخلط حبيبي بسفر اعمال الرسل بطرس الرسول في الاصحاح الثاني بعد يعني فتره كم بسيطه جدا بقول لليهود انتم بايدي اثم صلبتموه نخس في قلوبهم 3000 شخص امن واعتمد وفي اصحاح اثنين بعديه 5000 شخص انا بتكلم عن ايام بسيطه لكن تخلط على ايام قسطنطين لما الوالده هيلان اكتشفت الصليب الهوليوم هو اليوم في كنيسه القيامه وانه فعلا قسطنطين امن وابتدا يعمم المسيحيه في الامبراطوريه الرومانيه هذا موضوع اخر لكن ثلاث ملايين شخص مات من اجل المسيح كيف تقول ايعقل يعني اكيد السل... يعني المسلم المسيحي عم بيضحك على كلامك يا ايمن على اللي انت بتقوله انه انتشرت بالسيف اه في اوقات لاحقه تاريخيا انه الكنيسه للاسف لما دخلت السياسه صار في قتل وصار في سيف بس هاي مش اللي... مش رساله المسيح مش تعليم المسيح خليني اخذ مكالمة اخرى من جورجيت من كندا جورج اهلا وسهلا سلام الرب يسوع سلام الرب يسوع اهلا وسهلا جورج انا 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 بشكرك الرب يسوع هو الحق وهو الحقيقه انا بس كنت بدي اتدخل في في نقطتين النقطه الاولى الاخت نور اللي اتصلت من كندا اللي قالت ما بتامن بالكتب وشو نحن فينا نفرجي كيف الحقيقه الحقيقه يا اختي نور بالسماح والرجاء من الاخ نزار انه آه الحقيقه تبدو قال من ثمارهم تعرفوهم لانه اذا اذا نظرت الى كل الديانات والمسيحيه ليست بالديانه هي شركه بين الناس وبين الله شركه شركه خاصه ومتواصله لانه المسيحيه الحقيقه التي طريناها الجواب الذي ساجيب يجيب الاخ آه يجاوب للاخ ايمن كمان آه انه الحقيقه تبين من خلال الرب يسوع تضحيته لانه قال ليش المسيح اجى ودائما الاسلام دائما يسالوا هالسؤال الاخ نزار انه ليش بده يموت ويتعذب؟ لانه الرب يسوع اطلق من البدايه قال الخطيئه عقابها الموت، اذا كان الله نفسه هو الذي اطلق هذا الحكم كان عليه لانه الحقيقه ان يكون الحكم مثبت عليه، فلتعرف أنها الحقيقه فقد حمل خطيئة العالم كلها وكان يستوجب عليه الموت رغم أنه, أنه كان بريء ولكنه مات لكي يحمل كل خطايانا وأختي نور الحقيقة معروفة الإنسان بس أنه على الباب وأقرح من يفتح الباب يدعني أدخل فيكون له التغير الكامل لانه قال الرب يسوع انه الانسان لما الروح القدس والمسيح يدخله يكون له تغير كامل هاي الحقيقه اللي اللي بتنتج بتجي انه الانسان المسيحي وبدون كتب بدون اثباتات وبدون كل النبوات اللي اذا ما فيها ولكن الشركه تبعه مع الرب يسوع تخليه امن لانه يتغير كليا 180 درجه انا أه. اخي كثير شكرا شكرا يا جورج شكرا <applause> كثير اخ جورج ربنا يباركك حبيبي يعني انا دائما بقول لكل لك شخص انظر الى يسوع هذا كفيل ودليل انه فعلا تتغير حياتك لابد ان تقع في حب هذا الشخص العجيب الفذ الفريد والغريب انه ما زال يقاوم على اي حال يسوع قال عن نفسه انا هو الحق فانت امام طبعا سؤال من اثنين هل انا اتبع الحق ام ارفض الحق وهل هذا الحق فعلا مبرهن او غير مبرهن وبعدين شو المقابل يعني اذا بنتكلم على اي كتاب اخر ما في ما في يعني انت بتتكلم عن نهار وليل يعني الكتاب المقدس هو كلام الحق مثل ما بيقول عن نفسه آه راس كلامك حق في مزمور 119 اي 16 يعني الخلاصه تبعت كل كلامك هو كله حق وفي دانيال 10 مكتوب لكي اخبرك بالمرسوم في كتاب الحق الرب يسوع قال قدسهم في حقك كلامك هو حق هون الرب يسوع عم بيتكلم في افسس واحد اتسمعتم كلمه الحق في يعقوب الإصحاح الأول كمان، شاء فولدنا بكلمة الحق وهكذا يعني الله يعني مش بس هو الحق سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد كمان الله بيقود للحق في رسالة أيوب مكتوب فحق أن الله لا يقبل سوء المرنم في مزمور 25 قال: دربني في حقك وعلمني قال أيضا أرسل نورك وحقك هما يهديانني علمني يا رب طريقك أسلك في حقك تعرفوا لما جاءوا ليجربوا يسوع قالوا يا معلم نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس الرب يسوع قال وتعرفون الحق والحق يحرر الحق يحرر فعلا لما الإنسان بحب الحق وبيسلك بالحق يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق لما بنعبد يعني كان الله لما تكلم مع المرأة السامرية أنتم تقولون في هذا الجبل وأنتم تقولون في أورشليم ونحن نقول في هذا الجبل ألا صدقيني يا امرأة الله روح الذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يزج له بالروح عكس الـ الـ الحرف او التزييف، الحق عزي عكس التزييف والضلال، كانوا بيؤمنوا في الكتاب المقدس لكن مش في كل الكتاب، كانوا يؤمنوا في اصفار موسى الخمسه، السامريين، لكن حتى تعبد الله لازم تعبد الله من خلال كتاب الله هذا هو كتاب الحق مثل ما الله بيعلن عن ارادته، بيكشف عن ارادته للانسان وطبعا انا ذكرت عن ادله على الكتاب ادله تاريخيه جغرافيه ليس الهدف من الكتاب المقدس حتى يبرهن من خلال كل هذه الامور لكن كل شيء اكتشف فعلا لا يناقض الكتاب سواء من ناحيه تاريخيه اثريه جغرافيه علميه بل بالعكس تصادق على كلمه الله الكتاب المقدس بينما أي كتاب آخر في تناقض جغرافي وتاريخي وعلمي وطبعا لا حاجة لأتكلم في برامج أخرى اللي بتتكلم عن هذه الموضوعات أن أقول أحبائي لما يسوع المسيح بيقول بكل صراحة أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي تعال نفحص شخصية يسوع شو رايك بشخصية يسوع؟ يسوع فعلا مميز فريد من نوعه في كل شيء اصدق اعلان رسالته او نبوته بايات بمعجزات وعاش حياة الكمال الكامل. على فكرة المسيح هو الوحيد اللي ولد من عذراء. المسيح هو الوحيد اللي بلا خطية لم يفعل خطية. المسيح هو الوحيد اللي تمت فيه عشرات النبوات المسيح هو الوحيد اللي الكتاب بتكلم عنه أنه أنه إله كامل وإنسان كامل حتى يقوم بعملية الفداء المسيح هو الوحيد الذي ولد يعني جاء هو جاء من فوق من السماء حبل بمن الروح القدس لكن الغرض حتى يصير إنسان ويقوم بعملية الفداء يأخذ خطيتك حتى لا تقع تحت قصاص الله أو عقاب الله والمسيح هو اللي اثبت كل هذه الاشياء بقيامته من بين الاموات فهو حي الى ابد الآبدين لكن ما فيك تقول على اي كتاب اخر او على اي شخصيه اخرى لما بتدرس سيره حياته ولا سمح الله ان حطيتها مشابهه امام يسوع المسيح هون بتشوف المأساه لانه مش ممكن تشبه اي نبي بيسوع المسيح الكامل اللي لم يفعل خطيه. حياه يسوع المسيح رسالته، دعوته، معجزاته اثبتها، اثبت رسالته بقدرته، بمعجزاته، بحياته بتعاليمه الخارقه. ايعقل انه نشبه يسوع في اي شخصيه اخرى؟ ثم احبائي يقول الكتاب المقدس او كما قال يسوع عن نفسه: انا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمه بل يكون له نور الحياه وهذه هي الدينونه ان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلمه اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريره. لاحظ من الاصحاح الاول مكتوب عنه مملوء نعمه ومملوء حق يعني هذا كمال الملء يعني النعمة من خلال شخص المسيح الحق من خلال شخص يسوع المسيح الناموس بموسى أعطي أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا أنا والطريق والحق ما هو الحق انظر إلى يسوع المسيح تختبر تكتشف الحق لأن هذا الحق موجود ودائما موجود لكن محتاج أنك تكتشفه هذا اللي كان يبحث عنه العلماء والفلاسفة والبعض وصل إلى شيء قريب لكن لم يصل إلى الحق الكامل فلا يوجد أي تشبيه سواء في القدو الحسن أو في المثال الصالح أنك تشبه أي شخص أي نبي مع يسوع المسيح يسوع المسيح اللي قال انا هو الحق فهو بنفس المقدار بيتكلم عن الخلاص مولودين بكلمه الحق وهذا الخلاص من خلال يسوع المسيح هو بكل بساطه موجود حي قل يا رب افتح عيني خلي الرب يفتح عيونك لما الرب بيفتح عيونك في شيء بتكتشفه ولا ما هو السر اليوم بتشوف الضلال والتزييف حتى من ناحية سياسية من ناحية دينية العالم الإلحاد اللي عم بينتشر كل ما هنالك فقط نصلي يا رب افتح عيني أنا بصلي الرب يفتح عينين كل مشاهد وأي شخص متشكك أو بحط المسيحية بنفس المسار مع أي ديان أخرى أنا بصلي باسم الرب يسوع الرب يكشف أعماق قلبك ويفتح عينيك حتى تقبل إلى الحق وتستقبل نور المسيح الحقيقي المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي خلاص هو الطريق هو الحق ما فيش وسيلة تانية أنا هو الباب قال عن نفسه إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى فإذا يسوع هو الطريق يسوع هو الباب مكتوب عنه وليس بأحد غيره الخلاص لا ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص المسيح هو الوحيد اللي دعي المخلص لكي يخلص من الخطايا المسيح هو الوحيد المخلص لأنه ليس بأحد غيره الخلاص المسيح هو الوحيد الذي يقدر أن يخلص هو عنده القوة أن يخلص وإلا من يقدر أن يخلص الناموس وصلتنا أنه بتورجينا عجزنا وبتظهر لنا خطيتنا لكن الناموس بوجهنا ليسوع المسيح الكامل المخلص أنا بدعوك اليوم أنك فعلا تكتشف يسوع أن رب يفتح عينيك وتشوف يسوع المسيح يسوع الآن واقف على باب قلبك يقرع إن سمع أحد صوته وفتح الباب يدخل إليك ويتعشى معك وتكون في شركة وفي علاقة عم بيقرع لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياه ابديه ولا ياتي الى دينونه بل قد انتقل من الموت الى الحياه اطلب الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره وليتب الى الله فيرحمه والى الهنا لانه يكثر الغفران أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آناته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تظهر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله لأن ليس عند الله محاباة اليوم هو يوم خلاص ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم يسوع المسيح جاء حتى يحررنا من العبوديه يغفر لنا الخطيه ويعطينا الحياه الابديه اطلبه الان ياتي الى حياتك